خلينا نبدأ بخبر جميل جدا ونقول لكم كل سنة وانتم طيبين وكل الآباء طيبين. النهاردة مصر وبعض من الدول العربية بتحتفل بعيد الأب، ده للتأكيد على دوره في استقرار الأسرة وتكريمه عن دوره في تربية أولاده والعمل على توفير كل احتياجاتهم وراحتهم. الحقيقة إن في بلدان بتحتفل بهذا اليوم في تاريخ مختلف، يعني في عيد الأب بعض من البلدان بيحتفلوا بيه في يوم 19 يونيو، يعني مثلا زي أمريكا، زي كندا، زي بريطانيا والأرجنتين وغيرها من الدول. لكن في مصر وفي بعض من البلدان العربية بنحتفل بعيد الأب يوم 21 يونيو من كل سنة. النهاردة يوم بالتأكيد يوم مميز جدا لكل أب ولكل أسرة، مهم إن احنا نقول لكل أبائنا كل سنة وانتم طيبين، نحاول ندلعهم، نجيب لهم هدية، نوريهم شوية من الحنان وشوية من الاهتمام، ونقول لهم عيد أب سعيد. والآباء غادرونا نترحم عليهم وندعي لهم إن هم يكونوا في الجنة وإن هم يكونوا أكيد في مكان أحسن.